بسم الله الرحمن الرحيم. أخوك أبو سيف من حلوان القاهرة. دي مزرعة صغيرة حوالي طن كومبوست. أنا كنت بادئ ربع طن وبعد كده نص طن وبعد كده طن. بسم الله ما شاء الله. ده كده بعد ما قطفت أطفى السادسة تقريبا. بسم الله ما شاء الله. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم ما شاء الله الدنيا شغالة كويس معايا، وبركة في باشمهندس أحمد ما شاء مصريين ومتابع معايا أول بأول شبه يوميا. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى رب الأسباب بيحط الأسباب زي ما هو عايز. فيعني أنا رأيي إن هو ربنا بعت لي الباشمهندس أحمد كسبب من الأسباب دي. طبعا دي تجربة بسيطة لسه، بعد كده ان شاء الله ربنا ييسر وتوسع. باشمهندس احمد كان متابع معايا اول باول وممكن في اليوم اكتر من مرة كمان، لدرجة ان في مرة كان كنت قال لي وريني انت بتروي ازاي، فرويت فكنت فسقيت غلط، فزعل جدا جدا ساعتها وقال لي حرام عليك يعني يا ربنا يبارك له يا رب ويكون في ميزان حسناته. والحمد لله يعني انا كده في خلال 10 ايام او اقل حوالي 9 ايام تقريبا، انا مجمع او انا جامع حوالي فوق 70 كيلو او حاجة 70 كيلو يعني. فما شاء الله ما شاء الله يعني. وبرضه هوري لحضراتكم اللي هي القطفة بتاعت النهاردة. دي بسم الله ما شاء الله القطفة بتاعت النهاردة لسه حالا هتطلع دلوقتي ايه تتباع. بسم الله ما شاء الله اهي 6 كراتين. وزي ما بقول لحضراتكم كده ده اليوم التاسع تقريبا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني حضراتكم شايفين، فربنا يبارك له يا رب ويجعله في ميزان حسناته. شكرا شكرا جزيلا.